تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنا مخطط خاص لتأمين هذه المناسبة عن طريق برمجة مداهمات مشتركة مع مصالح أمن ولاية باتنا لمداهمة مختلف أوكار الجريمة والمناطق التي تعرف انتشار للصوصية أو الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى برمجة سدود ودوريات منتشرة بطريقة ممنهجة عبر كامل إقليم الاختصاص. ويبقى الرقم الأخضر 1055 تحت من احتفالات رأس السنة الميلادية، نظمت مصالح أمن ولاية باتنا عملية أمنية رفقة عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بهدف ضرب أوكار الجريمة عبر مختلف أحياء مدينة باتنا، وهذا من أجل حماية الأشخاص وممتلكاتهم ومن أجل إرساء الأمن والسكينة العامين. ونظرا لما تشهده هذه المناسبة من تنقل العائلات، تم وضع مخطط لتسهيل حركة المرور من جهة وحماية وتأمين الأماكن العامة التي تعتبر قبلة لسكنة مدينة باتنا. كما أن العملية مشتركة ستهدف إلى مراقبة الأشخاص والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي شيء مخالف للقانون. سطرنا مهمة مشتركة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها. المطلوب منكم التدخل باحترافية واحترام حرية الأشخاص والمعاملة الحسنة مع المواطنين. بمناسبة حلول السنة الجديدة 2023، سطرنا برنامج مع الزملاء لمكافحة الجريمة الحضرية سواء كانت هنا في مدينة باتنا أو خارجها. المهم العمل يكون باحترازية، يكون برزانة، بهدوء، بعقلانية. شرب مش شرب انت مالا Thank you.